ще продължи. Тази интересна ситуация от страна на Саудитска Аравия. Тук имаше ли обаче гол? Политиката на двете страни продължава да бъде силно консервативна. Да видим сега тази опасна ситуация. Гол за Саудитска Аравия. 42-а минута се... ذلك خير من ألا تصل كرة موجودة من سعود من سعود إلى صالح خلصها 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 ثلاث دقيقة على نهاية المباراة فيتو تبريرة أقرب لصالح مرور من صالح وكرة الخامس الله الله غنام يحاول يمر غنام يحافظ على كرته غنام مر غنام مر تبريرة بتسجل صالح والثلاث يا ولد الله كانه تمريره فهد مولد على حدود منطقه الجزاء تمويه وانا سالم الرابع يا صالح الله تستمر معاناتك يوم بعد اخر هذا الاوضاع الا اذا نعم قال ليس بعد من قالها بينكو ماركو بينكو عرض الكره للشهراني يبحث عن راس الله 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 عاد الهلال عاد الزعيم لا يقبل ولم نصل الهدف في البرجو يبحثون عن هذا التركيز في اخر دقائق جوبينكو عرضيه بالراس حب يهدوم الكرة على طول القاضية 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 إنها القاضية هدى للمنتخب السعودي على مستوى البطولات القارية والعالمية هذه كرة المنتخب السعودي محاولة يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام اتجاه جوفينكو جوفينكو يمرر الكره في الجهه اليمنى الى هتان مهبري باتجاه محمد البريك البريك وانطلاقه وكره عرضيه الله هذا الفاول الجهه اليمنى الى كاريو كاريو تمرير ناحيه البريك البريك بعرضيه ملعوبه لصالح الشهري الله الله جومي يرسم للهلال يعود اللاعب ضربة ركنية أرسلت على راسية الله سيبا سيبا على الجناح ممكن يمر سيبا في المساحة ممكن يعدي يلعب كرة سالم أمام المرمى جول فيها الله على كاريو بيرسل الكرة إلى صالح الشهري عدى 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 ستة يا هلال ستة يا هلال سريع للشهري مع الكرة اللي بيحاول انه هو يعدي ولكن برافو بعد تغطية من جنوتا خبطت ورجعت لصالح الشهري سدد التعادل التعادل مرتين حافظ على شباكه اليوم لا شباك نظيفة هتان بهبري عرضية متابعة خريبين يا رب وبالتالي عبد الله الشامخ ثلاث اهداف المدحت ايضا ثلاث اهداف كرات الملعوبه وكره ملعوبه الان للامام وكره ملعوبه الشهري 67 نقطه وبالتالي في كره لبويو كره تقدم وارسال كره جول كره جول للامام صالح الشهري صالح يحاول ارسل الكره هذه خطر للرائد خطر ريدويه هل من ثاني اي والله وصل ابتلاء وتاكيد صداره هدفين اللاعبين المحليين بالنسبه لصالح الان صالح هذه الفرصه هذه الفرصه هذه الفرصه هذه الفرصه يستغلها لا زالت صالح هاتريك هاتريك لا الا والله الا والله الا والله الا والله هاتريك جديد الامري باول اهداف اللقاء هل يستغل الرائد ظروف الاهلي غيابات الاهلي الله
الكرة تنتهي لدى أقدام الدفاع. تيسير بالخطأ، الشهري هل يأتي بالهاتريك في مرمى الأهلي؟ صالح والمسليم، الشهري وهاتريك يأتي. عثمان داود حمدون يلعب كرة لومبي حرفية، يا جماهير الرائد تردد هي في انتظار هدف أول. صالح تقدم، الله هدف يروح تسديد، الخطورة مستمرة، الكرة ما زالت عند ياسين، عرضية صالح، الله 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 الله، لمسة السلام، الشريمي تقدم، الشريمي عرضية بحث حراسية مشرارة والتسديد، اوه مطرق يحاول، محاولة خطيرة الآن للرائد، عرضية جول، عرضية جول جول جول، صالح ياسين ينطلق للرائد، ياسين يمرر لصالح، صالح جول، صالح الشهري جول جول جول، يامروا بركلة جزاء، صالح الشهري وزهير العروبي، الشهري حط له كورة، أن يسجل هدف الأول رغم أن التعاون كان في بداية شوط المباراة الثاني قريب عبر جهاد الحسين، الكرة من اليمين ملعوبة، الله الغناس ياسين وكرة ملعوبة الآن على الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، البحث عن هدف نركض في البدايات، لكن مهمة البدايات، لكن مهمة، فرصة هي ريدوية، من عطوة يرسل الكرة طويلة باتجاه حمودان، يلا حمودان، هذا حمودان اللي يرسل الكرة عرضية، فرصة أن تسجل باسم واحد النادي اللي راح يحصلها بلعبها وتلعب وجول. لا شك أن من بداية شوط المباراة الثاني ممكن يبحث عن هدف ثاني، ملعوبة عرضية، جول، على تنفيذ الضربة الركنية، رقابة رجل لرجل، الكرة نفذت القائم، بجوار مرمى مثل شرحيلي، شيكا وقف على الكرة، عرضية الشهري، ترباي، الكرة لدى أديسون، أديسون مر، أديسون توغل، هدف شوط ثاني يستحق عليه الحقيقة الانتصار، أمورا يلعب كرة عالية، طالع لمشير، خاطئ، جول أول، نعم صالح الشهري يسجل وسط الملعب، أمورا مع الكرة، يعدي أمورا ويتوغل، يمر أمورا، يهيئها في اليمين، سعيد يلعب العرضية ومحاولة، والأول للرائد صالح.